بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. النهاردة إن شاء الله نتكلم عن ثلاث حاجات بساط جدا جدا بإذن الله: الفونت ستايل والفونت فاريانت والفونت ويت. طبعا الأولانيين الفونت ستايل والفونت فاريانت مش كتير هتستخدمهم، لكن هنتكلم عنهم عشان بس تكون عارفهم. الفونت ستايل بيغير في الستايل بتاع الكلمة، ممكن يخليها مايلة ايتاليك، وأوبليك بيخليها برضو مايلة، والقيمة الافتراضية اللي هي النورمال لو حبيت تعمل ريسيت للايتاليك دي في أي وقت ما. لو عندك مثلا زي ما اتفقنا مشروع وفي كلمة معينة مايلة زي كده، وما عندكش اكسس على ملف سي اس اس، بس في ملف سي اس اس بتاعك انت محطوط بعد التاني، فتقدر بسهولة شديدة ان انت تعمل ريسيت للخاصية عن طريق ان انت تقول له فونت ستايل نورمال وتريسيت طبعا الخاصية. الايتاليك والاوبليك بيعملوا نفس القصة، لكن كل واحدة فيهم بتشتغل مع خط غير التاني. مش محتاج ابشرك واقول لك انه اصلا في عنصر في ال HTML، عنصر الكوت اللي بيعمل لك القصة دي، او البلوك كوت اللي بيعمل لك القصة دي لما تستخدم واحد من الفريم ووركس العالمية، بيظبط لك بقى اللي هي الميلان ده، ويحط لك كمان العلامتين بتوع الكوتس دي والكلام ده كله. يعني من النادر ان انت تستخدم الاوبليك دي والايتاليك كمان يعني، فاحنا عرفنا فكرتها ومش محتاجين حاجة تاني. طيب عندنا الفونت فاريانت، في حاجة اسمها سمول كابس. السمول كابس ده بيحول لك الكلام بتاعك لحروف كابيتال بس اصغر من حجم الخط العادي الموجود، او اصغر من الخط العادي. عشان نفهم السمول كابس هنعمل ديف وهنعمل باراجراف بالشكل ده. الديف هنخلي تنسيقاته سمول كاب، والباراجراف هنقول له تكست ترانسفورم ابر كيس. الاثنين هتلاقيهم عملوا نفس القصة، بس في اختلاف طبعا في الفونت سايز زي ما انت شايف، او في اختلاف في السايز بتاع الحروف. الحرف الكبير ده مش ماشي مع التانيين عشان انت عامله هنا كابيتال. لو جينا صغرنا ده خلينا سمول، وده سمول، وده سمول، هتلاقي ان هم كلهم بقوا على نفس المستوى بالشكل ده، زيه زي اللي تحت، لكن ده اصغر وده اكبر. لازم نعدي على الخاصية عشان ما تزعلش مننا. احب اقول لك انه مش هتستفيد بيها اي حاجة، يعني من النادر ان انت تستخدمها، فاحنا بس النهاردة سلمنا عليها عشان نعرف ان هي موجودة مش اكتر. طيب الحاجة بقى اللي انت ان شاء الله هتستخدمها كتير جدا، وهي الفونت ويت. الفونت ويت او الوزن بتاع الفونت بنكتب فيه اوزان الفونت من 100 لحد 900، وعندنا البولد بتعمل لنا الخط بولد وتدينا النسبة اللي احنا عايزينها. خلينا قبل ما اوريك النسب واسهالك، خلينا اوريك حاجة في الخط بتاع كايرو اللي احنا استخدمناه في الفيديوهات اللي فاتت. علشان تستخدم خط من الخطوط لازم يكون بيدعم كل الاوزان دي، 200 و300 و400 و600 و700 اللي هو البولد ده، و900. الخط بتاعنا لو جينا اخترناه بالشكل ده وجيت اخترت مثلا ستايل تاني، ستايل تالت، هتلاحظ ان هو بيكتبهم لك في الويت هنا 200 و300 و400 وهكذا، عشان لما تيجي تختار الخط ده وتستعمله تلاقي كل الاوزان دي متاحه ليك ان انت تستعملها. طيب تعالوا مع بعض كده نعمل القصه دي هنا في البراوزر على طول، ونشوف الفونت ويت ايه نظامها. ادي الديف بتاعي وهقول له فونت ويت مثلا 100، هتلاقي ان في يعني كتير من الاوزان مش فونت ويت 100، هتلاقي كتير من الاوزان مش موجودة عندك عشان تستعملها، يعني مثلا 100 200 300. بص هيبدأ الخط بتاعك يتحول لبولد بالشكل ده وهكذا. في خطوط مش بتدعم طبعا الاوزان كلها، يعني في خط هتيجي تستعمله في عالم الويب مش بيدعم الاوزان كلها، زي ما وريت لك مثلا مثال هنا. طيب الدوشه دي كلها ايه اللي يخصني منها عشان بس اعرف ان انا ماشي سليم وانجز حالي؟ الدوشه دي كلها هيخصك منها ان انت تقول له فونت ويت بولد وصلى الله وبارك. ونفس القصه هرجع واقول لك، لو عندك مشروع في عنصر معمول له بولد بالشكل ده وعايز تحول البولد دي للعادي، بتعمل ريسيت عن طريق ان انت تقول له فونت ويت نورمال بالشكل ده، فبيرجع الفونت بتاعك طبيعي. هتقول لي زي ايه الحاجه دي؟ عشان بس اديك يوز كيسز كده ممكن تعمل فيها القصه دي. ان انا عندي مثلا على سبيل المثال H1 مكتوب فيه بيج تايتل بالشكل ده، عايز انا اعمل ريسيت للكلام ده، فباجي عند البيج تايتل، شايفين يا شباب فونت ويت بولد، فبكتب له انا هنا فونت ويت نورمال وبعمل ريسيت وارجعه طبيعي بالشكل ده. يا رب يا جماعه الدرس يكون بسيط وسهل وعجبكم، اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.